السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين في امان الله وحفظه، اموركم كامله بخير وعلى خير. مرحبا بكم عندي، مرحبا بكم في القناه ديالي. الا كنتو مازال ما متابعينيش، شنو كتسناو؟ نزلوا تابعوني وفعلوا شي جرس باش يوصلكم اي جديد. يا المهم دابا هو اليوم، يعني اليوم العرس ولا اليوم الحفله. صاحبتي تزوجات، كانت ناويه انها غادي دير العرس، يعني غادي دير عرس كبير كيف ما العاده، كيف ما كيحلموا كاع البنات ولا كيبغيو كاع البنات. حتى كورونا وراكم عارفين ما يمكنش لينا نتجمعوا بزاف، وما خاصش يفوت العدد 30 شخص، وخصنا زعما نقلوا التجمع وداك الشيء. داكشي علاش قررت انها غير هكا غير نفرحوا بيناتنا ونفرحوا بها ونديروا لها هكا نهيرها باش انها تمشي عند راجلها، وهي زعما ماشي تمشي سكيتي وما دايره والو. وصافي هذا ما كان. اليوم هو العرس. البارح كان نقاش، البارح صراحه ما كانش غادي دير نقاش. صافي يا كنخلطها كتقول لي راه جايه النقاشه. صافي عيطت لبابا قلت ليه راه غادي ندوز عند صاحبتي اميمه، غادي غير نعطيها الكادو ونقص صبيع ونجي. وصافي حيت بابا ما عزاش على داكشي دقيقه، عارفين هنا قال الاباء بحال هكاك وما خصنيش نتعطل. غادي نخليكم مع الفلوق وغادي يبدا هنايا، وغادي نوريكم داكشي اللي صورت البارح وعاد داكشي اللي غادي نصور اليوم. ترم ترم ترارا، زعما دابا غادي صاحبتي بالكادو غتزوج. اف هاجا شفتها عامله طاطي هاي راني تزيز عليا القوانا ورا عندي صافي والله الا صافي. حنا كملنا السربيس ديال الدار. يا حلوة يا زين اصلنا محمد الله وسهل علي. السلام عليكم. مهم نوريكم الطابله ديال النقاش شنو دايرين فيها بالزربه. هذيك اللي مكتوبه فيها السميات، هنايا القران دايرين هاد اللعيبات هكا، الحروف ديالهم اللي هما اميمه وجاد، هاد الشميعات هكا حطوهم في الوسط، والقالب ديال السكر، والجليسه جالسه فيها اميمه وكتسنى لي تالي تصوار. ثلاث حوايجي العرس هذه وشكرا. الصغير هذا خفيف، صديقه العرس. صديقه العرس صاحبتي، وحق ربي صاحبتي هذه اللي تزوجات. صافي سلطان اجي ماما. دابا جا وقت الحب ديال الحنه، ونديروا شويه الماجيك. اوه كي جات كي جات صريحه. جيت للدار مازال كمان شفت لي الحنه، المهم غير نقشت وتصورت معاها صافي وجيت، حيت ما خصنيش نتعطل حيت الوالد ديالي تيقول لي الظلام وداكشي. صباح الخير. صباح ما عنديش، المهم انا بخير لفقت دابا. دابا شي 10 ونص صافي، ما قدرتش نفيق، ولكن خاصني نمشي حيت دايره معاها انا اللي غادي نتا عند الكوافوره صاحبتي بقى ما تسيقاش. المهم دابا كندير هادو، دابا نخلي لكم التصويرات ديالهم هنا. صراحه ما نكذبش عليكم، هما ماشي كنديرهم لسناني، هما الصراحه ماشي كيبيضوا، مي غير كينقيو السنان. مع حيت انا ديجا دايره البلونشيمو، يعني كنت ديجا دايره تبييض الاسنان شحال هادي، دايره واحد دابا تقريبا شي عام، ودايره واحد دابا تقريبا شي 6 شهور ولا 7 شهور. المهم انا ملي درت البلونشيمو، ملي درت تبييض الاسنان، وليت مره كندير هادو بحال هكا كينقيو لي سناني. المهم كنحطهم بحال هكا هالسنه هكا كنجمع لداخل صافي. تنبقى بهم 20 دقيقة ولا نص ساعة، مديرهمش ديما حيت هما عاوتاني صعابين على السنان، مخصكش تبقى ديرهم ديما. ولي هدرتي كيفاش كتسمع. مغاديش ندير المكياج، مي غير غادي نحاول نحلق على حالتي. تنمشي لهيه وعاد ندير الكونسيلر. وصافي نحيد التحتانية، دابا كتبغي تحيدو الفوقانية زعما شي حاجه هكا وصافي. دابا نمشي نحك سناني ونشد لفمي بالماء بارد. الصغيره الجلابه كنت غادي نلبس الجلابه ديالي الاخرى الزرقاء، قلت صافي خليني نلبس غير هذه كتجي زوينه. درت هذه في الد فسبحان الله، وغادي ندير حتى هذه يابي. غادي ندير هذا الخاتم، ندير هذا يس.
صافي. المهم دابا انا لبست وجمعت داكشي اللي غندير معايا الماكياج والقفطان ديالي اللي غادي نلبس وصافي. دابا غنمشي حيت راه كتسناني، عاوتاني عيطت لي الصباح قالت لي اجي تفطري معانا وما مشيتش، ودابا عاد غادي نمشي. زعما ما مشيتش فطرت معاهم، قلت لها صافي حتى نجيني تندي نمشيو للصالون وصافي. دابا هي غتمشي للصالون وانا غنصوب ماكياج راسي، ما كنبغيش شي وحده تصوب لي الماكياج وصافي. يلا 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 غدا عندها، واخا تعطلت عرفتي صونات عليا تعطلت حيت ديت وصلت خوله اختي وبنت عمي واحد البلاصه وضاربت مع واحد الدري عاد 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 غادا. ما كنحملش اعدى حاجه عندي هي التصارة ديال الدراري، ما كنحملش التصارة ديال الدراري واخا ما عرفت كيفاش يكون كبير صغير طويل قصير، عارف راسي عارف راسي غير شدني فرش خني ما نتعاتقش، ما كنحملش التصارة ديال الدراري. عادي كطرى لي شي حاجه اوكي كنتعصب، مي كنحاول نكلم راسي وكنبرد وكنرجع لحياتي الطبيعيه. داكشي علاش حاولوا دائما يكونوا عندكم مشاكل تواجهوا صعوبات في النهار، طرى لكم شي حاجه ما تعجبكمش اوكي من حقكم تعصبوا وتغوتوا ما يعجبكمش الحال تبكيو كاع، ولكن حاولوا ما تطولوش فيه، ما تطولوش في البكاء ما تطولوش في العصب. صافي دابا حنا اليوم عند صاحبتي ويدوز عرس زوين وبلاك زوين. جبتي معاك الماتيريال ديالك تابونا وعند حاجه ارساله هو انستغرام ديالك في المونتاج ترى غتعذبي فيا تعذبي فيا قدر راسي. المهم حنا يا راسي لو رضا عليك يطيح ندا، يا راسي لو رضا عليك يطيح ندا. المهم عندي العرفه ديالنا ماي لاف بيبي كلاس هلا هاي صافي. دابا غادي ندوى باش من باش تزوق كمرت شويه ما بقاوش كيبوش عيب ودير كملت كلاش دونا بوليس. دايتي صبري هادي لك بابلات حبي دبلات وانا انتظر فيكي. تبارك الله عليك اول مره نهز شعر صوت الطرف هذا. صح انت في الخير اول بيتك الشفه صاحبتي غتجوز ملي خسرات لي باش طلعت وصلنا راك بالقدام معاك بالله ما عمري شفت شي عروسه غادا بها صاحبتها حمخا وراك بالقدام عاد فكرنا في الكمامات بصح هو يعني بصح كفني كمامتي عرس في زمن كورونا. يا الهي صديقتي تزوجت واخيرا شاهدوني شاهد قبل الحدث. واش دابا واش دابا تقتي بكامل قواك العقليه راكبه معايا ونهار عرسك؟ باش حسيتي ما تخلعش ما تخلعوا. شوفوا ابونا وهاجر الصاله انايا هنا هنا لا ما ملكي زربانه ملا ازازي ازاز قلبي انا
الجنة. واش غديري؟ درت التاج باقا غير ما قلتش ليها تقاصني. درت التاج ديالها الاول تصورت به قلت ليهم هبطوا عليا الريد وانا في الباركو ويا ربي السلامة رجلي يا ربي سمعني شي واحد ملي نبغي نقول لهم حلوا عليا. المهم تصورت بهذا وما صدقاتش ليا التصويره درت فيديو في تيك توك بالتاج الاخر هذا جا كبير هذا جا كبير على راسي راه خرج فيا برانسيس ولا ماشي برانسيس بعد معاناة طويلة حلوا عليا الباب قرصيني عضيني قرصيني يا خجل سلام تأبونا عدو ودرنا شطحة على جناب البندير درنا شطحة على جناب السنتير ضحنا الشعار قولوا البنات هاي هاي هلو هاي نيهاو تيبغيوش يبانو ما كيبغيوش الأضواء تجوزي لحدا المتابع نهار غنشوفك شي واحد عندي غنشوفك بجبهتك ما تجوزتها كاملة معاكم مرحبا بكم دابا حفصة عباتي تحشمو ما تيبغيوش يبانو وين الجبا واحد السلام عليك كيكون سلام باي باي كيكون سلام باي باي يا ربي السلامة تتكمل الفلوق صحاباتي هادو كيكون سلام الفيديو ديالنا نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله باي باي